أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحقيقة اللقاء يتجدد دائما مع آيات نتأملها في رحاب هذا الكون والأرض، ثم نعود للقرآن، لأننا دائما ننطلق من الكون إلى القرآن كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. انظروا أولا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نبدأ بالكون وننتهي بالقرآن. الآن دعوني أتأمل معكم أيها الأحبة هذا المشهد الرائع جدا الذي يعني صور حديثا واستخدم فيه الكمبيوتر. طبعا هذه الصورة طبيعية ولكن مركبة من آلاف الصور لإنتاج ظاهرة الليل والنهار. هذه الظاهرة المحيرة والمعقدة يقول عنها العلماء إنها من أعقد الظواهر، وحتى الآن لم يستطيعوا كشف أسرارها. مدة الليل والنهار مناسبة لجسم الإنسان وتصميمه، يعني لو كان هناك الليل يستمر لأشهر فإن هذا سيرهق الإنسان وسيؤدي إلى خلل في وظائف جسده، ولو كان الليل قصيرا جدا أيضا سيرهق الإنسان ويصيبه بالقلق. لذلك الله سبحانه وتعالى اختار الحجم المناسب للأرض، الدورة المناسبة لهذه الأرض أنها تدور كل 24 ساعة لا تدور كل عدة أشهر. هناك كواكب السنة الواحدة 500 سنة أرضية، سنة الكوكب تأخذ 500 سنة، يعني يبقى الكوكب يلف حول أو يدور حول نجمه 500 سنة ليتم دورة واحدة فقط. وهناك كوكب اكتشف حديثا النهار أكثر من 100 سنة، يعني يبقى مضيئا مواجها لنجمه أكثر من 100 سنة، وعندما يأتي الليل يجلس أو يبقى أكثر من 100 سنة. سبحان الله، تأملوا هذا النظام البديع. يعني هنا أتذكر معكم كيف أننا أمام ظلام دامس يغشى هذه الأرض، وأمام طبقة رقيقة انظروا تنسلخ شيئا فشيئا. الآن الليل ينجلي ويحل النهار، ثم بعد ذلك انظروا طبقة النهار الرقيقة جدا من اليمين إلى اليسار تبدأ بالانسلاخ، كأنك تسلخ قشرة ثمرة، تسلخها وتزيلها عن هذه الكرة العملاقة. انظروا إن النهار هو يعني طبقة رقيقة جدا 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 تنسلخ، انظروا كيف تنسلخ باتجاه اليسار، وكأنك أمام ثمرة تقوم بسلخ قشرتها. آيات للموقنين. هذه الظاهرة أنبأ عنها القرآن أيضا، قال تبارك وتعالى: وآية لهم الليل
نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل، إذن الليل هو الأساس، هو المسيطر، هو الذي يملأ ويغلف الكرة الأرضية. نسلخ منه ماذا؟ النهار. إذن النهار هو الطبقة الرقيقة التي تنسلخ. نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن كل هذه الكائنات الأجرام تسبح في أفلاكها بدقة مذهلة، لا تشذ ولو بنسبة قليلة جدا. إذن أيها الأحبة، من يستطيع في زمن النبي أن يصف لنا ظاهرة انسلاخ النهار عن الليل؟ بل لماذا أنبأنا القرآن عنها؟ ليقول لك: أيها الإنسان، انظر إلى هذا الليل، انظر إلى قدرة الله تعالى. الله يتحكم في كل شيء، حتى بغذائك وبليلك وبنهارك، وأنت لا تستطيع أن تغير مدة اليوم أو مدة الليل أو أي شيء في الكون، لا تستطيع أن تغير أي شيء في هذا الكون. فكم أنت ضعيف أيها الإنسان، انظر. لذلك الله تعالى يوجه الخطاب للبشر جميعا ويقول: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. انظر إلى التحذير الإلهي: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لذلك أيها الأحبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم، وينفعنا وينفع كل من يطلع على هذه المعلومات، ويجعل فيها وسيلة لليقين، ويجعلها وسيلة للإيمان، وبخاصة أولئك المشككين أن يزدادوا إيمانا وأن يعودوا إلى خالقهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين، رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري، جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار.